مرحبا بكم، ازيكم؟ كويسين. اذكركم بالمؤتمر بكره بعد الظهر، الجمعه والسبت. مؤتمر ممكن تتحرك تيجي، يعني في هوش مؤتمر مترتب على بعضه، لكن هيبقى عن خدمه الازمنه الاخيره، عن شكل العروس في الازمنه الاخيره. ازيكم؟ كويسين؟ الدنيا ساقعه؟ مش ساقعه؟ طب كويس. امال كشين ليه؟ طيب عشان المؤتمر. مشاركه صغيره، احنا من الاسبوع اللي فات ابتدينا سلسله، ما اعرفش اخدتوا بالكم ولا لا، تحت عنوان النضوج والامتلاك. ده إيماني إن الرب بيطلع حالتين في هذا الزمن، بيعدنا لل 17 و 18، فبيطلق علينا إحنا بنقف قدامه عطشانين جدا لحاجتين في نفس الوقت، حالة من النضوج الشخصي وحالة من الامتلاك للأزمنة اللي جاية. زي ما الخروج من أرض الخطية مهم، زي ما الخروج من أرض العبودية مهم، الدخول لأرض الامتلاك مهم. ما حدش يقدر يقول إن موسى أهم من يشوع، ما حدش يقدر يقول إن سفر الخروج أهم من سفر يشوع، لكن الخروج إنك بتسلم حياتك للرب من العالم، تقدم حياتك للرب، تدخل، نقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. خروجك من ملكوت الظلمة يجب أن يؤدي إلى دخولك إلى حاجة اسمها ملء القصد، ملء المشيئة، ملء إقامة المسيح، ملء الدعوة على حياتك، ملء المعنى لكل لحظة في حياتك وفي حياتك. فإحنا مش فقط بنخرج من روح العالم عشان نتوه في برية، إحنا بنخرج من روح العالم عشان ندخل أرض امتلاك وميراث في الإبن يسوع المسيح. أنت أغلى من أن فقط ربنا يفتديك وبقى هتقعد تلف في العالم لغاية لما تروح له في السماء. انت اغلى، حياتك اغلى في قلب الاب، حتى لو انت مش شايفها غالية عليك، هي غالية عليه هو، لانه دفع فيها ثمن دم ابنه. فحياة كل واحد واحدة فينا، كل لحظة فيك مهمة جدا على قلبه. هو مش فدانا وبعد كده قال لك اقعد لف شويه لغايه لما اجي لك. هو كلكم عارفين لو بتحضر هذا الاجتماع، 38 سنه من الدوران لم تكن في قلب الله، ما كانش في قلب الله ان هم يقعدوا يلفوا، دي ما كانش المشيئه الالهيه ان يقضوا حياتهم في دوران. قصه كلها كانت ملخصها سنتين بالكثير. وبالتالي انت على قلب الله كل لحظة كل يوم في حياتك مهم جدا، ورب مش فداك من العالم عشان تلف في العالم لغاية لما هو يجي، لكن هو فداك من العالم عشان تملك في الحياة. رومية 8:5 يقول كده، لكي تملك في الحياة بالواحد يسوع المسيح، لكي تدخل إلى حاجة اسمها قياس قامة ملء المسيح. ملء قامة ملء المسيح، ملء القصد، ملء المشيئة. الروح اللي جوانا بيشتاق لده، روح جوانا بيعطش لده، وهو ده اللي بيخلينا مستمرين عطشانين وراء الرب. بولس الرسول قال لست لأني أدركت لكني أسعى لعلي أدرك. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، كل حد فيكم عطشان لحاجة اسمها ملء القصد الإلهي على حياته، مش كده ولا أنا غريب؟ إبليس يحب يوقفنا. عشان كده أنا عايز حاجة شخصية كده، أو حاجة شعرها في هذا الزمن في الأجواء محيطة بي، زي ما يكون إبليس بيرمي حاجات على المشاعر، بيرمي نرفزة. زي ما سألت كم واحد حسنوا متنرفز بدون سبب، أختي رفعت إيديها ورا، في 10 رفعوا إيديهم في الحتة دي، فواضح النرفزة زايدة في الحتة دي، مش عارف ليه حدش متنرفز هنا، فالمتنرفزين يروحوا هنا. القصة مش نرفزة، القصة انه في حاجة، في ترميول، في خلاط حاصل، في
في انقلابات حصلة في المشاعر في هذا الزمن. فلو أنت مشاعرك في الخلاط بتتقلب في هذا الزمن، اوعى تاخد قرارات، اوعى تبيع القضية، اوعى تبطل أعاد قدامه، اوعى تبطل شكر وحمد. تقول لي أنا متنرفز أحمد على إيه؟ أقولك هو ده اللي اسمها ذبيحة، هو ده اللي كنت أقصده في الجزء الأولاني وإحنا بنعبد مع بعض. في ترانيم أو عبادة تطلع من قلبك كده تلقائية، وفي ترانيم بتقدمها كذبيحة، بتبقى عارف إنه أنا في إبليس رامي علي حاجات، فأنا هقدم ذبيحة سبيشال لربنا، ذبيحة خاصة لربنا. الذبيحة دي هي مش طالعة بتلقائية، لا بقدمها الذبيحة، عشان كده اسمها الذبيحة. ذبيحة يعني أنت بتذبح حاجة، حقيقة أنت بتذبح الأنا، بتذبح المشاعر، بتذبح فتحس إن إبليس جاي بيهاجم عليك بإنزعاج، بخوف، بقلق، بنرفزة، زي ما أنا مش عارف أوصفها غير بنرفزة. أفضل حاجة إنك تقوم أقدم ذبيحة. الذبيحة دي بتقدمها عن قصد، بتذبح فيها حاجة، بتذبح فيها النرفزة، وبتقوله أنت صالح كمثال. فمرة تاني المشاعر في هذا الزمن حاسس فيه هجمة كده، إبليس محرك، معكر مية مشاعر، مية أحاسيس، مية سلام، مية الهدوء، مية العلاقات، مية إنك تخرج من وسط الحتة الضيقة البوكس. الفاكرين لما كان إبراهيم جوه الخيمة بيقول أنا ماضي عقيم واللي حيورثني هو العبد إليعازر الدمشقي، قال له اطلع من الحتة دي. ناس كثيرة بتبقى دماغها محطوطة في الحتة دي، والرب يقول لك اطلع بدماغك من الحتة دي. ناس كثيرة نفسيتها، مشاعرها، قلبها بيبقى محطوط في الحتة دي، محصور، مش عارف، أنا مش شايف، أنا مش عارف. والقصة كلها أنك مش عارف ومش شايف، وانت في الخيمة وانت في الأوضة المقفولة. ده حقيقي، كلامك حقيقي، بس أول ما بتخرج من الأوضة دي، عشان كده لما تقرأ في عن ذبيحة الشكر وذبيحة التسبيح في عبرانيين 12 يقولك فلنخرج إليه فين؟ خارج المحل. نخرج ليه؟ بره الحتة اللي متصورة دي اللي عاملة أسوار، لأن إبليس يحب يعمل أسوار عشان يخليك قاعد في نفس المشاعر وفي نفس الحتة وفي نفس النرفزة وتقعد تعجن. عارفين الخميرة كل ما تعجن كل ما تنفش، فاكرين؟ قلتها قبل كده كتير، مش هقولها تاني. كل ما تحط خميرة وتقلب في العجين تنفش. ناس كتيرة بتعمل كده، تقلب في المشكلة وتنفش، تقلب في الخوف وتنفش، تقلب في الصورة وتنفش، تقلب في أحاسيسها وتنفش. والقصة من فضلك بطل تقلب، أخرج. فلنخرج إليه خارج المحلة، نقدم له ذبيحة تسبيح، يقولك ثمر شفاء معترفة. عارفين آيات دي في عبرين 12؟ تخرج من الأريا دي، تخرج من الحتة دي. في بعض الأحيان البعض بقى محتاج يخرج من الأوضة، بعض الحين يخرج ويعمل حاجة تاني. ليه؟ لأنه طول ما أنت عمال بتقلب ودماغك الخلاط شغال 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 شغال، وإبليس عمال يعكر ويزود النرفزة الداخلية أو الغضب الداخلي أو الخوف الداخلي، أنت ما بتوصلش الحتة، ما بتوصلش غير أنك إلى ملاش حل غير أنك تخرج إليه خارج المحلة، خارج الدائر. أخرج حبيبي من الخيمة وارفع عينك، عد نجوم السماء إن استطعت أن تعدها. تخرج خارج المحل وتقدم ذبيحة، ذبيحة، ذبيحة يعني دم على حساب فيها تكلفة، ذبيحة تسبيح. فذبيحة التسبيح هي ذبيحة أو هو تسبيح مهدف ضد حاجة حصلة. فالتسبيح ده بيتخرجوا، يعني أنا لما شعرت كده، أنا الحقيقة شعرت ده وأنا جاي في العربية يعني. فأنا بصراحة طول السكة من البيت لغاية هنا عمال بسبح أنت صالح، مش بسبحها لنفسي بس، يعني بسبحها لنفسي برضو، بس بسبحها لينا، بسبحها لأجواءنا، عمال أنت صالح. ليه؟ لأنه في حاجة شغالة، في حاجة حصلة في الأجواء الروحية، ممكن تكون لها علاقة بالأمة، لها علاقة باجتماع النهاردة، لها علاقة بناس موجودة هنا، لها علاقة بالشارع المصري، أيا كان. ده اللي شعرته وأنا في العربية. فمحتاج أنك تدرك، لأن إحنا حد هنا ما بيروحش من خلال الشارع، كلنا بنروح من خلال الشارع. فاللي بيحصل في الشارع بيبقى زي الدبان. ف
ففي حاجة لازم تخرج، وأول ما تشم ريحة حاجة، أول ما تشم ريحة حاجة بتقدم ذبيحة. خد يعني ليكن ده تكنولوجي جواك كده، أول ما تلاقي حاجة جاية تقوم خارج براها وتقدم ذبيحة. تلاقي نفسك محصور في حتة، أخرج براها وقدم ذبيحة. مشاعرك متقلبة مقلوبة والدنيا كورنر، مزنوق في كورنر، أنا في خيمتي وماضي عقيم، ومن يرث بيتي هو إليعازر الدمشقي. قال له أخرج وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. كلكم سمعتوني بعلق عن ده، النجوم في العهد القديم هو كان بيتكلم عن النسل يعني لإبراهيم، بس النجوم بالنسبة لحضرتك ولحضرتك وليا هو العود الإلهي، هو ده كتاب النجوم. وكل وعد في هذه الكلمة، كل حق عمله يسوع ودفع ثمنه يسوع هو نجم. عد النجوم، عد الوعود إن استطعت أن تعدها. فآمن إبراهيم فحسب له برا، لأنه صدق أن هذه الوعود ميراث، صدق أن هذه الوعود ميراث الذي لا يهملك ولا يتركك لا طرفة عين. الحافظ العهد، عهده معاك ملوش تاريخ صلاحية، بقولها كتير بس بتنسوها، إنه عهد أمانة، عهد إلى الشيبة وإلى الشيخوخة. قال كده، إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا أحملك. فأنت الآن من بكرة، طب هتعمل إيه بعد بكرة؟ يعني أنت الآن من بكرة، طب إيه أخبار بعد بكرة؟ بعد بكرة ممكن تقلق عليه أكتر. وانت الان من بكره، والرب يجي من حته تانية خالص بره الخيمه خالص، يقول لك بص حبيبي، مش بكره ولا بعد بكره ولا 17 ولا 18 ولا 2021، الى الشيبه الى الشيخوخه انا احملك. دي نجوم السماء بالنسبه لنا النهارده، دي نجوم السماء، ده الميراث النهارده بالنسبه لكل واحد وحده فينا. ليه؟ الميراث هو الوعود الالهيه السماويه. عد نجوم السماء إن استطعتها، الوعود دي كلها سماوية، باركنا بكل بركة روحية فين؟ في السماوية، دي نجوم السماء. عد النجوم إن استطعت أن تعدها، هكذا يكون ميراثك. فآمن إبراهيم إن النجوم ميراثه، فآمن كل واحد واحدة فينا إن النجوم ميراثنا، فحسب له برا. والعلاقة مع إبراهيم تتحول من واحد مزنوق في خيمة. تصور، تخيل معايا، اتفرج على القصة دي كده، اتفرج يعني واحد مكتئب قاعد جوه الخيمة بيقول أنا ماضي عقيم، بعديها بدقيقتين واحد واقف برا الخيمة وشه منور وربنا بيسكب رضا عليه وحسب له برا. المسافة ما بين ده وده دقيقتين، إنه خرج من الخيمة ورفع عينيه من نفسه، أنا ماضي عقيم واللي حيورثني إليعازر الدمشقي العبد، لنجوم السماء وآمن بها. ممكن تبقى جاي النهاردة، ممكن تكون حالتك خلال الأسبوع، ممكن النهاردة الصبحية كان في أخبار مخليك قاعد في حتة ضيقة، وممكن في دقيقتين يبقى وشك منور ورضا الرب على حياتك. القصة كلها إنك بتخرج خارج المحلة وبتقدم ذبيحة، ذبيحة إيمان، ذبيحة تسبيح، ذبيحة أنا واثق فيك، أنا خايف جدا بس واثق فيك، أنا مش عارف إيه اللي هيحصل بس أنا واثق فيك. تعرفوا حد محتاج يقول الجملة دي؟ كلنا. أنا مش عارف إيه اللي هيحصل بس أنا واثق فيك، أنا متكل عليك تماما، أنا باني بيتي على صخرتك، صخر الدهور اسمه، ولأني باني بيتي على صخرتك، لو جات البحار وجات الجبال وجات التزلزلات وجات مش عارف ايه، البيت على الصخرة يثبت. فاكرين من درس الأحد؟ كلكم كنتوا درس الأحد مش كده؟ كان في ترنيمة زمان بيقولوها بين، ما كنتوش في الكنيسة أنا بروحها لازم. المهم، فالبيت على الصخر بيثبت، ولأنك باني وبتبني كل حاجة على هذا الصخر، على الكلمة، على الوعد، على الحق، على يسوع، فخلاص أنا خايف بس أنا باني بيتي على الصخر، أنا مش عارف إيه اللي هيحصل بس أنا باني بيتي على الصخر، أنا بتحرك لقدام وأنا باني بيتي على الصخر، لأن كل ثقتي، اتكالي، إيماني، عهده مش عهد مواقف، مش عهد بكرة وبعده، هو عهد إلى الأبد، عهد أمانة لا جور فيه البتة. أمين. مهم جدا. ليه؟ لأن إبليس
بيعمل كده يقوم عامل مشاكل. تلاقي حد عنده مشاكل في الأسرة، حد تاني عنده مشاكل مادية، حد تاني عنده مشاكل في العلاقات، حد تاني عنده مشاكل في دماغه لوحده، يعني سلطانية لوحده. لو انت في اللي انا بعمله تقابل كل انواع، وتلاقي القصه كلها ناس طالعه ماشيه كده اهو، ويقوم واخدهم ويركن ده يركن عشان عنده مشكله في البيت، وده يركن عشان عنده مشكله في مش عارف يتجوز مين، وده يركن عشان عنده مشكله الان على الفلوس، وده يركن علشان فتلاقي ناس كلها على فرس وبتجري بتجري بتجري، وبعد شويه ايه كل واحد يقوم ايه يركن علشان المية متقلبة، الدنيا مقلوبة شوية جوه، فأنا محتاج أركن. وهنا بينجح عدو الخير. هل معنى كده أنه مش مهم اللي أنت حاسه؟ مهم اللي أنت حاسه، بس مهم إزاي تعرف تتصرف معاه من غير ما تركن. حد فاهم حاجة؟ لأنه لما بتركن هنا القصد الشرير، القصد الشيطاني بينجح، لانه مش عارف معرفش يوقف خلاصك، معرفش يوقف تكريسك، بس بيحاول يوقف امتلاكك، نضوجك ونموك وتقدمك. فيقوم ايه يوم معكر اي حته وتنحصر فيها وتركن. انتوا كويسين؟ مهم جدا انه تعرف العكاره دي من عدو الخير، تعرف مصدرها. فدي اول تشخيص، وده تشخيص مهم. المشكلة اللي حصلت دي من العدو الخير، نقطة. ما تطلعش أعذار أو تطلع أسباب أخرى غير الصباع الشرير اللي عكر هذه المية في هذا الوقت في هذا الزمن على حياتك. أنا ممكن أصلاً ليه حق ولو دايماً لوش حق، أصلاً شفت اللي حصل، أصلاً في مواقف كتيرة وأنا متلخبط بقالي سنين طويلة في الموضوع ده. كل ده كلام الله ينور عليه، بس في حاجة حقيقية، إن اللي عكر العكارة وإنت طالع متحرك وراء الرب، اللي قلب الدنيا دي وإنت طالع متحرك وراء الرب، هو أصبع عدو الخير. فنقطة نمرة واحد، تشخيصك. لازم تشخص الانزعاج اللي حاصل ده عدو الخير، الخوف اللي حاصل ده عدو الخير، الموقف حقيقي مهم مش بننكره، بس عدو الخير وراه عدو الخير. اول ما بتشخص بتعرف تقف، بتعرف تنتفض، لانه ما بتنحسرش بقى انا غلطان او اللي قدامي غلطان وانا صح، او انا دايما بلف في الحته دي، اجي عند الموضوع الارتباط واقعد الف 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 الف، بطل ده. ما تلفش مع الخلاط. فاكرين بقولوا جملة دي كتير قوي، الخلاط يلف وانت ما تلفش. وربنا ممكن يبقى عنده هذه القدرة، وياما عمل كده مع كثيرين ومعايا، انك تعدي والخلاط عمال بيلف وتعدي في النص، ولا السنون اوكي السنون بتاعت الخلاط تعورك، ولا تلف مع اللي بيلفه. ممكن يحصل ده، ممكن يحصل ده، بس صدق محتاج تدرك ان انا مش لازم الف مع الخلاط، ومش لازم اتعور بالخلاط اللي بيلف، ومش لازم الف في نفس الدوائر القديمه. ليه؟ لان في نعمه. تبقى عارف ان الدوران ده من ابليس، ال- 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 العكاره دي من ابليس، الهيجان ده من عدو الخير. فانا بقف بقول ابليس لا، او بخرج من الحته دي، ما بلفش معاها، ما بطلعش اعذار لنفسي، او اطلع لوم على نفسي، او اطلع لوم على اللي قدامي، او اطلع لوم على تاريخي، او اصلا دايما كده نو. بترجع تاني تثبت عينيك عليه، وتثبت عينيك على النعمه. لو في حاجه محتاجه تتغسل اغسلها، لو في حاجه محتاجه تقول له رب المس الحته دي، بتطلبها المسها، بس في نفس الوقت انت حريص انك ما تركنش، لكن تستمر طالع لقدام. أنا بحكي معاكم مش كده؟ أوكي. النضوج كلمة مجعلظة كبيرة قوي، وممكن نقعد نعمل عليها سلاسل ومدرسة النضوج، ونعمل زي ما أنتوا عايزين، بس أنا ألخصهم لك في كلمتين علشان النضوج نعمة. يعني أنت محدش بيعرف ينضج نفسه. النضوج نعمة نازلة من عند الرب، بس مش نعمة بس، نعمة زائد،
يعني في حاجات كده تقلبها مع بعض تشربهم تعمل. فلازم تضيف على النعمة دي ارتحال أو تقدم أو حركة لقدام مستمر. منظر الكلمة سهل، لكن لما بتيجي في الحياة العملية احنا بنلف كتير وبنركن كتير، بس هي اتجاه داخلي يجب أن يستمر في حياتك طول الوقت، وده بيبقى على حساب الأنا. لما بنقول ارتحال وتقدم مستمر ده اختيار، ده على حساب انك ما تقفش قدام مواقف وتقول انا ليا حق واللي قدامي ملوش حق، او ما تقفش قدام مواقف وتقول انا دايما كده، او ما تقفش قدام مواقف وتقول في حاجه غلط وتفضل واقف. فيك حاجه غلط، حلو قوي، كلنا بيبقى ما زال رب شغال فينا. اول ما تشوف في حاجه فيك حاجه غلط افرح. عارفين بقى في حد عيان وما حدش شخصه لسه، بيبقى كعب داير على الدكاتره لغايه لما اروح دكتور ابن لذينه شاطر يقول له انا عرفت السبب، بيرتاح. حد فاهم حاجه؟ اول ما تكتشف الجذر بتاع حاجه افرح. ليه؟ لانها سهله جدا، بقت سهله، انت شخصت الحاجه، الحاجه نورت. اقف قدام اعظم طبيب في الحياه وقول له يا رب مد ايديك، مد ايديك وانا نايم، مد ايديك وانا صاحي، مد ايديك وانا في الشغل، مد ايديك وانا، مد ايدين روحك وطلع، استأصل، المس، اكوي، اغسل، طهر، اتفس، قوم، اهدم، ابني، اعمل انت عايز تعمله، بس احنا شخصناها. حد فاهم حاجه؟ ما تخليش ضعفك مش عذر انك تركن، ان في حاجه غلط جوه مش عذر انك تركن. نضوج حياتك انك معتمد على حساب الانا، انك بتحرك لقدام طول الوقت باصص له ومعتمد على النعمه، ده بيبقى على حساب الانا، ده على حساب. كلنا بنعمل زي بطرس، نبصين تحت رجلينا. ليه؟ لان رجلينا بتسقع، الميه خبطه في رجلينا والبحر صوته هايج، فغصب عنك تقوم عينيك بصل تحت، واول ما بص للميه الهايجه ابتدى يغرق. فانك تتقدم لقدام طول الوقت دي جمله منظرها بسيط بس هي حقيقيه، وفي بعض الاحيان تبقى صعبه لانها على حساب الانا، لان الانا طول الوقت عايزه تركن، عايزه تهتم، عايزه تقلق، عايزه تخاف، عايزه تبص على نفسها، عايزه تنحصر في ضعفك. حبيبي مره تاني بتكتشف ضعف رائع، ما تسيبوش. ما هو يا اما تحدفش كده وما تحدفش كده، ما تقعدش تعجن فيه، وفي نفس الوقت ما تحطش راسك في الرمل، بتقف بيه قدام رب. ده هو ده المكان، هو ده المكان اللي فيه بكل بساطه المس، غير، قدس، طهر. قال الارميه كده، قال له الكلمه النبويه بتعمل كده، بتهدم وبتقلع، فاكرين؟ واخر حاجه بتبني. ففي حاجه بتتهدم، يا رب اعمل كل ده، اعمل ده كل ده فيا. ليه؟ لانه انت بتتنقل وراء الرب. فالنضوج حتتين، نعمه واستمراريه على حساب الان، انك طالع لقدام من غير ما تركن، من غير ما تلف، من غير ما تشفق، من غير ما تنحسر، لكن مثبت عينيك لقدام. هنا بتمشي على الميه، هنا النضوج. طبعا في حاجات كتيره في النضوج، بس انا ببسط. فاكرين يشوع؟ عارفين يشوع ما كانش نمرة اتنين في العمل بعد موسى؟ كان في ناس كتيرة. يشوع ما كانش نمرة اتنين في العمل، في هارون، وكان في حور وهارون على يمين وعلى شمال موسى، يعني أقرب. وكان في رؤساء أصوات كتير. يشوع كان غلام موسى، بس بينطبق على يشوع اللي احنا قلناه ده. تعالوا نبص على حبة آيات سفر الخروج، عشان بس خروج 24. انتوا كويسين؟ خروج 24، قال الرب لموسى اصعد إلي إلى الجبل، عدد 12، وكون هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه، وصعد موسى إلى جبل الله. كلكم عارفين آيات دي. قام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى إلى جبل الرب.
أما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا ها هنا حتى نرجع إليكم، هو زحرون وحور معكم. اللي طلع يشوع مع موسى إن يشوع غلام موسى، حور وهارون كانوا قادة، بل بالعكس ده ساب الشعب الحور وهارون. يشوع طلع إنه غلام موسى. أما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا ها هنا حتى نرجع إليكم، وهذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما. فخلي بالك الآية دي متقسم، مش بس هارون وحور بقوا هما المسؤولين، ده في شيوخ، وده بيكلم الشيوخ قال لهم اجلسوا هنا، هارون وحور حيوضبوا الدنيا وانتوا موجودين معاهم. ففي ليفلز. صعد موسى إلى الجبل ومعاه يشوع، فغطى السحاب الجبل وحل مجد الرب على جبل سيناء، غطاه السحاب 6 أيام. احنا نتكلم عن النضوج والامتلاك. يشوع انتهز الفرصة انه موجود على الجبل، ولأنه غلام موسى بقى عنده صلاحية يبقى موجود على الجبل والسحاب والنار. الشيوخ تحت، حور وهارون القادة تحت، يشوع انتهز الفرصة وفضل في الجبل برغم أن موسى سابه ودخل جوه السحابة والنار. في خروج 24 كان منظر مجد الرب، عدد 17 كنار آكلة على رأس الجبل، ودخل موسى عدد 18 في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، كان موسى في الجبل 40 نهار و40 ليلة. تكتشف بكل وضوح، وأنا حكيتها كذا مرة فأنا معلش بكرر، بس أنا بحط نقط في مكانها، إن موسى ما كانش تحت الجبل، إن موسى ما كانش عارف اللي بيحصل في وسط الشعب. موسى تصور إن في حرب تحت، يشوع ما كانش عارف اللي بيحصل في الشعب. لما موسى خرج من السحابة ومعاه لوحي الشريعة حصل حديث ما بينه وما بين يشوع، هو ايه الصوت اللي تحت؟ ويشوع مش عارف، قال له ده صوت حرب، قال له لا لا لا، ده مش صوت حرب، ده صوت هزيمة. فيشوع ما كانش تحت الجبل، يشوع فضل فوق الجبل، والصلاحية بتاعته كانت فقط انه غلام لموسى. بس تكتشف ان يشوع انتهز الفرصه. انا بقف هنا وعايز استخدم الحته دي، كتير بيبقى فيه جبل، اقول لغه عهد جديد، كتير بيبقى فيه حضور الرب عايز يسكبه في اوضتك، حضور الرب يسكبه في اجتماع، وانت بسبب التعود بتخش وتخرج وما بتنتهزش الفرصة. يشوع اتعلم كده، تكتشف كده في خروج 33، تعال نروح ليها. خروج 33 لما عمل أخذ موسى الخيمة، خروج 33 عدد 7، أنا همشي بسرعة، أنا آسف أني طولت في حتة معروفة، بس أخذ موسى الخيمة ونصبها لو خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعها خيمة الاجتماع. دايما ربنا بيخرج برا الحتة الضيقة، فلنخرج ليه خارج المحلة. في الأغلب كاتب العبرانيين بيستخدم هذه اللغة من خروج 33. أخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة، دعاها خيمة الاجتماع. كان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. كان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. أنا بحب المشهد ده، يجنن. لو انت كنت موجود المشهد ده، مشهد مهاب جدا. كل عارفين الشعب ده أصباط ومتقسمين وخيام وكل حاجة. أقولك لما يأتي معاد مقابلة موسى مع الرب، كل الشعب يخرج ويقفوا على باب الخيمة، مليون أو أكتر من مليون واحد، كلهم يقفوا على باب الخيمة، وموسى يقوم خارج من وسط الخيام بتاعت شعب الرب، ويقوم خارج المحلة لخيمة هناك، وموسى يخرج والسحابة تنزل. دايما بحب أتصور المشهد كده، إن طفل لسه مولود، بابا إيه ده؟
قوله ولا حاجة حبيبي، ده ربنا راح يقابل موسى، موسى راح يقابل ربنا. والمشهد ينطبع في عينين كل الشعب، السحابة اللي نزلة وموسى اللي داخل عشان يتقابلوا مع بعض ويقعدوا مع بعض وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. ده اللي بيوصفه هنا، ينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة، كان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة، وتكلم الرب مع موسى فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة. يقوم كل الشعب، طبعا اللي بيشوفوا المشهد ده نتيجة طبيعية بيعملوا إيه؟ يسجدون كل واحد في باب خيمته، ده نتيجة طبيعية، ما تقدرش تعمل غير كده. المشهد مهوب جدا، الله نازل يقابل واحد في الخيمة. المشهد ده بيتكرر النهاردة طول الوقت، طول الوقت المشهد ده بيتكرر كل مرة في أوضتك، المشهد ده بيتكرر دلوقتي موجود، المشهد ده بيتكرر طول الوقت، بس احنا دمنا تقيل. المشهد ده بيتكرر طول الوقت، المشهد اللي كانوا بيسجدوا قدامه من كتر ما هو مهاب جدا، عشان كده حتى اوصفه شويه، من كتر ما هو مهاب جدا بيتكرر طول الوقت. كل مره حضرتك بتقوم داخل اوضتك عشان تاخد خلوتك، او كل مره حتى ترفع قلبك، المشهد ده متكرر. ولو شفته في الروح، ولو شافوا ناس حواليك في الروح هيسجدوا. ليه؟ الله بيقابل انسان. ويكلم الرب، عدد 11، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. تأتي الحتة اللي أنا وصل لها، إذا رجع موسى إلى المحل كان خادمه يشوع ابن نون الغلام إيه؟ لا يبرح من داخل الخيمة. يعني إيه؟ يعني موسى يخرج والرب يرتفع ويشوع يخش. تعلمها من إمتى؟ أنا في رأيي تعلمها من أيام الجبل. أنا في رأيي هو عرف ينتهز الفرصة. أنا في رأيي هو ده سبب نضوج وامتلاك يشوع للدعوة على حياته. فكين كم مرة الرب في يشوع واحد قاله لا تخف؟ طول الوقت. كل ما الرب يقولك لا تخف، اعرف ان في حاجة هتخوف جاية، واعرف ان اللي انت داخل عليه انت بتقدرش عليه. فرب طول الوقت عمال يقول لي يشوع، في يشوع واحد لا تخف لا تخف، انا معاك زي ما كنت مع موسى هكون معاك، ما تقلقش. ليه؟ لان يشوع ما كانش نمره اتنين، يشوع ما كانش اللي عليه العين، يشوع ما كانش هو المرشح للرئاسه. حد فاهم حاجه؟ يشوع ما كانش، بس يشوع كان بينتهز فرص الحضور. فالنعمه والعطش اللي جواه عملوا حاجة من النضوج والامتلاك، لأن النضوج بيؤدي، النضوج والامتلاك ده هنحكي عليه، بيعملوا حاجة في حياتك. أول ما بتركنش، ما بتركنش لأي سبب. هارون ركن، حور ما تسمعش عنه أي حاجة، تعرفش حور ده راح فين بأمان. حد عنده أخبار حور؟ حد جاله SMS من حور؟ ما تسمعش حور راح فين. حور وهارون كانوا هما اللي مسكين العمل، قالوا حور وهارون هو اللي معاكم هيقودوا العمل. تسمع عن هارون مش كده؟ تسمع عن هارون ايه؟ بنى العجل. الله ينور عليكم. هارون بنى العجل، وفاكرين عمل العجل ازاي؟ عم فاكرين قال ايه؟ لذيذ هارون، سكر هارون. تحت الجبل، أصل تحت الجبل ده تكنولوجي لوحدها، تحت الجبل ده تكنولوجي لوحدها. في خروج 32 عدد 24 هارون بيقول لموسى، قلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطيني، فطرحت في النار فخرج هذا العجل. خدت الذهب رميته في النار طلع عجل. انا اعمل ايه يعني؟
أنا بلطف الجو بس أنا عايزك تفهم أنا عايز أنا قلبي رايح فين. كلنا بنعمل كده لو قعدنا تحت الجبل، واللي قعدنا تحت الجبل لما المياه بتعكر ونبقى قاعدين أنا عندي مشكلة، أنا محصور في حاجة، أنا مش عارف إيه، ده بينزلنا تحت الجبل. اللي بيخليك فاضل فوق الجبل عطشك وتركيزك إنك عايزه عايزه عايزه. في مشكلة؟ آه في مشكلة، بس مد إيدك أنا هثبت عيني عليك. في ضعف فيا؟ آه بس أنا بص عيني، مد إيدك مش هنكره بس هبص عليك. مد إيدك اعمل في ضعفي، اعمل في مشاكلي، مش هنزل عيني من عليك. حتى لو خرجت والاجتماع خلص، الاجتماع خرجوا، أشرف خلص تسبيح، بس أنا بخش عشان فيه هنا سحابة. ليه؟ لأني ببص على الروح، مش ببص على الترنيمة كانت عجباني ولا مش عجباني، ولا الوعظة كانت عجباني ولا مش عجباني. مش ببص على ولا حاجة من الحاجات دي، أنا ببص على الله اللي جاي يقابل إنسان، حضرتك وحضرتك وإحنا. والمشهد مهاب جدا لدرجة أن كل الشعب لما كانوا بيشوفوا كانوا بيسجدوا. اللي بيعدنا تحت الجبل أسباب كتيرة جدا، مشاكل يومية في حياة كل حد فينا بلا استثناء، مخاوف يومية بدون استثناء في كل حد. بس انت حياتك مثبتة على الصخر، تقدر تقف على الصخر وتقوم رافع ايدك وتثبت عينك هناك مهما حصل جذب من مشاكل، من صوت، من مية هيجة، من ظروف بتحصل تحت، انها تقوم جذباك مرتين لتحت عشان تقعد تحت الجبل. تحت الجبل ترمي ذهب بيطلع عجل. فوق الجبل مش انت اللي عليك العين زي يشوع، بس في تكنولوجي بيحصل جواك، في اتيتيود بيحصل جواك بيغير نفسيتك، بيغير حياتك وبيأهلك لتقدم وامتلاك. انتوا معايا؟ دي كانت المقدمة، ما تبلموش. دي كانت المقدمة. احنا في سلسلة من النضوج والامتلاك، وفيها نقط زي ما حكينا الاسبوع اللي فات، كان في 3 نقط فاكرينه جمال، ارجعوا لهم. كان في 3 نقط بنحكي احنا رايحين حته. احنا هذه السلسله هتستمر معانا لنهايه السنه، لان احنا بنعد حاجه في اجواءنا للنضوج والامتلاك، للدخول ل 2017 فيما هو طالع بطريقه مختلفه. فاتنفض، لانه اطرح خفايا الخزي، اتنفض من الخطيه بسهوله، اتنفض من التراب بسهوله، وقف في المكان لان رب يعدك لزمن جاي زي ما عد يشوع. بس اللي انا شاركتك بيه ده، اوعى تخلي عكاره او ظروف تخليك تركن او تلف وما تتقدمش وتفضل واقف في المكان بتاعك. هنبص على سفر يشوع، يشوع 1. انتوا كويسين؟ اوكي. يشوع 1 هقرا حبه ايات. امر يشوع رفاء الشعب جوزه في وسط المحله، وامروا الشعب قائلين: هيئوا لانفسكم زادا، لانه بعد 3 أيام تعبرون الاردن نقله لكي تدخلوا فتمتلكوا الارض. نضوج فامتلاك. ربنا مش بيخرجك عشان تلف، ربنا بيخرجك عشان تخش. فكلم يشوع الرؤوبين والجاديين ونصف سبط منسى. فاكرين الاثنين ونص دول ايه؟ قالوا ايه؟ نقعد قبل الأرض. فاكرين؟ يشوع عارف، يشوع اتلسع من الشربة. يشوع عارف لو في ناس قعدت بعيد بترمي الذهب بتطلع عجل. السبطين ونص دول قالوا مش هنعبر الأردن، مش هنخش الأرض، هنقعد قبل الأردن، شرق الأردن. ليه؟ الأرض أرض راعي وإحنا عندنا خرفان، فالأرض دي مناسبة. وموسى وافق لان هم وعدوه بان هم يخشوا برضه. يشوع هنا بياكد انه ايه؟ ما ينفعش ما تعبرش، ما ينفعش ما تمتلكش. عايز تقعد في اي حته بعد كده اقعد في اي حته براحتك بعد كده، بس ما ينفعش ما تدقش ارض الموعد. انت جميل. اوكي، عايز تعيش عادي بعد كده عيش عادي، لكن ما ينفعش ما تدقش ملء القصد. مش ما تسمعش عن ملء القصد، ما ينفعش ما تدقش ملء القصد. عارفين ايه خطورة الجملة دي؟ منظرها عادي، بس عارفين ايه خطورتها؟ او ايه؟ ربنا حريص جدا انك تدوق ملء القصد. مفيش اوبشن لواحد هنا سمعني او حد بيسمعني بعد كده، مفيش اوبشن انك تفضل
قبل أرض الموعد. أنا آسف هعيد صياغة الجملة. مفيش فكرة في قلب الله إنك ما تدقش أرض الموعد أيا كان اختيارك بعد كده. طالما خرجت مع الرب في رحلة، ما قصده إنك ما تفضلش تايه لغاية لما تروح السماء، ما قصده إنك لازم تدوق أرض الموعد حتى لو اخترت إنك تعيش عادي بعد كده. فاهمين قلب الله؟ ما تسمعش العربي بتاعي، اسمع قلب الله. قلب الله حريص على حضرتك انك تدوقي ملء المشيئة، ملء القصد، ملء قامة المسيح، ملء كل حاجة في حياتك، تبقى شغالة ماكسيمم. بقى يقول لي زي ما انت عايزة، بقى مش عايزك تسمعي عن حاجات حلوة وما تدوقيهاش وقول لي كلها في السماء. عايزك تدوقيها للآخر، بقى اختاري. والرب طول الوقت ورانا اتشجع، هي نعمة واستمر، مد خطوة كمان، نعمة ومد خطوة كمان، نعمة ومد خطوة كمان، نعمة، لأن ده مفتاح النضوج والامتلاك. نعمة وتقدم مستمر على حساب الأنا، على حساب الخوف، على حساب كل حاجة، تقدم مستمر. بس نعمة وتقدم مستمر على حساب الضعف، على حساب الخطيئة، نعمة وتقدم مستمر. إيه اللي بيحصل؟ بتخش الحتة بتدوق فيها الفولنس، من قصد الله في الروح، ملء قامة المسيح، ملء المشيئة الإلهية، كل حاجة تقوم منورة. بعد كده بقى عايز تعيش إزاي؟ السبتين ونص دول كان لازم أقول، فاكرين أن أقرأ الكليات، كلم يشوع الرؤوبين والجادين ونصف سبت من السقلين، اذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الرب قائلا: رب إلهكم قد أراحكم، أعطاكم هذه الأرض، ولسه ما عبروش، نساءكم وأطفالكم وماشيكم تلبث في الأرض التي أعطاكم موسى في عبر الأردن، وأنتم تعبرون متجهزين أمام إخوتكم كل الأبطال ذوي البأس وتعينونهم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم ويمتلكهم أيضا الأرض التي يعطيهم الرب إلهكم، ثم ترجعون إلى أرض ميراثكم وتمتلكونها التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن. تكتشف إن هم عبروا قدامهم متجردين. في حتة في الـ في الـ في الـ في الأصل وفي العربي بينة لذيذة قوي. لما يجي يتكلم عن أرض غرب الأردن، أرض الموعد، يقولك الأرض التي أعطاها الله. لما يجي يتكلم عن أرض السبتين ونص دولة، يقولك الأرض التي أعطاها موسى. Good morning. Okay. فدي الأرض التي أعطاها الله لشعب الرب، ودي الأرض التي أعطاها موسى لكم. Are you okay? أنت okay? Okay. إيه اللي أنا عايز أقوله؟ ما ينفعش ما تعبرش، ما ينفعش ما تعبرش، ما ينفعش تركن، من فضل قلب الله. اسمع قلب الله، ما تسمعش العربي، اسمع قلب الله. قلب الله كان حريص، لازم تدوها، عيشوا بعد كده زي ما انتوا عايزين، بس لازم تدوها. لازم ادوق ايه بالظبط؟ ايه ارض كان عندي؟ ارض كان عندي هي ملء القصد، ملء قامة المسيح، ملء المشيئة، ملء الدعوة، ملء كل حاجة، وتقف فيها وتمتلكها. عايز تعيش بعد كده زي ما انت عايز عيش، بس عايز تعيش فيها، ويلكم. دي الارض التي اعطاها لك الرب، دي الارض التي اعطاها لك الرب، فبتقف فيها، بتسكن فيها، مش معتمدة على صلاحك ولا برك ولا تاريخك انه كان كله زي الفل. نط معايا ليشوع 2، ارسل يشوع ابن نون من شطيم، عدد 1، ارسل يشوع ابن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قايلين: اذهبا انظروا الارض واريح. كلكم عارفين القصة. فذهبوا الى بيت الارملة اللي اسمها ايه؟ الزني. اوكي. ودخل بيت، سوري مش ارملة، امرأة. ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واتجع هناك. الموقف ده يجنن. هم كانوا فين؟ في شطيم. أرسل يشوع بن نون من شطيم. 2، دخلوا بيت رحاب الزانية. نط أو بص على الشاشة ورايا لسفر العدد صح 25. سفر العدد صح 25. العدد الأولاني برضو.
أقام إسرائيل في شطيم. أوكي. ده التاريخ بتاع الرحلة. أقام إسرائيل في شطيم. ابتدأ الشعب إيه؟ يزنون مع بنات مواب. شطيم دي موقف هزيمة في تاريخ الشعب. فمن مكان الهزيمة، حد فاهم حاجة؟ شطيم دي مكان الهزيمة. قصة سفر العدد دي قصة ضخمة في حياة الشعب اليهودي وفي التاريخ اليهودي. ده قصة فنحاس ولما قتل المرأة والراجل. قصة ضخمة، قصة يعني بالنسبة للشعب اليهودي والتقليد اليهودي دي قصة محورية في التاريخ. والقصة دي حصلت في شطيم. ابتدأ شعب الرب يزنون مع بنات مؤاب. فشطيم دي هي المكان اللي يخرج منه اتنين ويقابلوا رحاب الزانية. والقصة كلها تتحول ليه؟ لأنه احنا في حالة تقدم النهاردة. لما وقعوا في شطيم كانوا في حالة دوران. في دورانك شطيم هزيمة، في تقدمك شطيم انتصار. الفكرة الاتيتيود بتاعك انت، مش دايما بنمر في حتت كلها جميلة، مش دايما بنمر في ذكريات كلها جميلة، مش دايما بنمر في. وابليس كمان يحب يرمي. تعرفوا حد بترمي عليه كده ذكريات قديمة بايخة دمها سم؟ كلنا حبيبي، مش انا وانت بس، كلنا يقوم رامي حاجة. بحسب ما بتخش الحتت دي بتخرج منها ازاي؟ يا ما بتخرج منها بتزني، مش مقصودش بتزني يعني جسديا، يعني بتخرج منها متكعور بزياده، يا ما بتخرج منها عابر، بتبقى سبب انتصارك، لان رحاب الزانيه كانت سبب انتصارهم. فنفس الموقف في نفس القصه، بس هنا بيتقدموا، هنا بيدوروا. لما بيدوروا زنوا، لما تقدموا انتصروا. بالعكس، موقعه رحاب كانت موقعه جميله. قد ذابت قلوبنا فينا لما سمعنا. كنت بعلق التعليق ده قريب في حتة، بس هعلقه ببساطة. عدد 10 في يشوع 2. قد سمعنا، ده رحاب بتكلم الاثنين جاسوسين. قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم، بحر الأحمر عند خروجكم من مصر. كنت بعلق التعليق ده. الشعب اللي حضر عبور البحر الأحمر مش الشعب اللي دخل، أوكي؟ لأن الشعب اللي حضر عبور البحر الأحمر ده مات في البرية، لأنه الشعب لم يؤمن، لغاية لما رب طلع جيل آخر يخش. فرحاب الوقفة بتكلم جاسوسين، بتقولهم قد سمعت بالخبر. لما البحر، لما الرب نشف البحر قدامكم، كان ممكن جاسوسين يقول لها احنا كناش تولدنا، كناش موجودين. بس بالنسبة لرحاب، كل الرب عمله بالنسبة لمملكة الظلمة، كل الرب عمله في تاريخ الروحي بتاع الكنيسة لغاية إبراهيم هو تاريخك أنت. أوكي بلاش. يعني إبليس النهاردة ممكن يجي يقولك أنا 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 روحي ثابت لما الرب شق البحر قدامك. أنت عندك نتيجة غلط عندك ولا حاجة؟ أنا مولود سنة مش عارف كام. الرب بيرى وأرواح الشر بترى كل التاريخ الروحي، لأنك من نسل إبراهيم بالإيمان في المسيح يسوع. كل التاريخ الروحي ده تاريخك أنت، ميراثك أنت. آخر حاجة. بصوا، دي هنعملها بطريقة تانية في وقت تاني. في فرق ضخم جدا ما بين عبور البحر الأحمر وعبور الأردن، وده اللي هختم بيه في دقيقتين عشان وعدتكم نخلص بدري. في فرق ضخم جدا ما بين عبور البحر الأحمر وعبور الأردن، والفرقين بيقولوا نقلة النضوج وتكنولوجي الامتلاك. حامل مقارنة كده، كاني عامل جدول قدامك، حامل مقارنة دي قدامك، ويمكن نعملها بطريقة تانية في وقت تاني، مش عارف ازاي بس هنعملها.
بس الفرق ما بين عبور البحر الأحمر وعبور الأردن هو الفرق ما بين النضوج اللي حصل في الشعب وفرق تكنولوجي الامتلاك ازاي تمتلك. اول حاجة حصل في فرق العبور ببساطة هم عبروا البحر الأحمر في حالة هروب من فرعون، هم عبروا الأردن في حالة امتلاك الوعد. فرق ضخم جدا انك بتعدي علشان في كرباج وراك، او بتعدي وما فيش كرباج وراك لانك عايز. انا وبول موافقين. انتوا فاهمين الفرق؟ ترجموه على بيرسونال ليفل، ترجموه على مستوى شخصي. في فرق ضخم انك بتتحرك لان في كرباج وراك، لان في مشكله، فانت بتقرب لربنا لان في مشكله، بتعدي حته لانه لازم تعديها، فاهمين؟ او مفيش حاجه، براحتك خالص حبيبي، عايز تلف لف زي ما انت عايز، بس بتعدي لانك باختيار وبهدف وبقصد شايف ان في حاجه اكتر عند الرب ليك، وهي النعمه، وبتحتاج انك تتقدم، فمفيش حاجه وراك، مفيش حاجه تخليك تعدي. حد فاهم؟ مفيش حاجه تخليك، مفيش حاجه عايز تقعد في البريه اقعد. بس هنا الفرق، هنا الفرق في حاله شعب، هنا الفرق في جيل خلص لانه ما كانش فارق معاه، لجيل انا لازم اخش لانه ما ينفعش، لانه هو دعاني، لانه قلبه ليا اني ادوق هذه الارض، قلبه ليا انها النعمه وتقدم، قلبه ليا ملء القصد وملء المشيئه وملء اقامه المسيح. فانا ما فيش حاجه ورايا، ما فيش كرباج ورايا، بس انا داخل. انتهى وقت بقى ان يبقى في كرباج ورانا عشان نصلي، أو كرباج ورانا عشان نعطش، أو كرباج ورانا عشان نخش ونصدق ونحارب حد فاهم حاجة؟ انتهى الوقت، في حاجة حصلت ما بين إن حياتنا بالكرباج بتحصل لحياة الأبناء اللي بيورثوا، مش بسبب كرباج، مش كده ولا إيه؟ في لازم تتنفض. أنت مش محتاج يكون وراك مشكلة عشان تتحرك لقدام. عارفين مين بيعمل كده؟ مين بيتحرك بطريقة دي؟ الحمار. أنا آسف، لأنه لازم يتدرب عشان يتحرك. في حاجة في نقلة في نقلة في الدعوة، في نقلة، هو لازم يكون في حاجة بتزقك عشان تقضي ليلة أو تصوم ليلة أو 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 تقعد تقرأ وتدرس أكتر، أو لازم يكون في كرباج وراك، لازم يكون في مشكلة حصل عشان تعمل كده، ولا أنت بتتنقل وبتخش بالأصالة عن نفسك وبإرادة شخصية. فاهمين حاجة؟ في مصر كان في فرعون وراهم، ده اللي حبرهم البحر الأحمر، الفرعون وراهم والبحر الأحمر قدامه. صرخوا للرب، أم صرخ موسى للرب، فقام رفع على قال له ارفع العصاية، فرفع العصاية، عدوا بالبحر، اجري 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 اجري، وفرعون جاي يجري وراهم، أم غرق. هي في الأردن مش كان خالص، مفيش حد وراهم، مفيش حد وراهم، مختلفة تماما. بس ده اختيار، احنا داخلين، احنا شايفين الارض، احنا داخلين هذه الارض، احنا داخلين حاجه اسمها ملء قصد المسيح، ملء مشيئه الرب في حياه كل واحد فينا وفي حياه شعب الرب في بلدنا، داخلين لحاجه اسمها ملء قامه المسيح والوقفه والصلابه والنعمه والنور ومجد الرب يرى عليها على الكنيسه، داخلين الحته دي. مش لازم يبقى في كرباج، بالعكس ده هو ده النضوج. نمره 2، في الخروج من عبور البحر الأحمر ما كانش فيه تابوت العهد، ما كانش تابوت العهد اتعمل. ففي الخروج نمرة 2 أو في العبور نمرة 2 اللي هو عبور الأردن كان فيه تابوت العهد، وقال لهم كده كلكم عارفين اعملوا مسافة، فاكرين يشوع 3، يشوع 3 أمروا الشعب كله عمال بيقول أمروا، هي أمروا يشوع 3:3 أمروا الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد رب إلهكم والكهنة اللوين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه، لكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. وتكتشف أن تابوت العهد بقى التكنولوجي اللي مكملة معاهم في امتلاك الأرض طول الوقت.
فالفرق نمرة اتنين في الفرق ما بين عبور البحر الأحمر وعبور الأردن هو وجود تابوت العهد أو الحضور الإلهي اللي أنت بتبقى حساس ليه جدا. مين بيخدعنا إنه إنه إن لما الدنيا بتعكر أو الدنيا بقى فيها تحديات إنه إن نمرة واحد ما بقتش على حياتك الحضور الإلهي؟ هقول الجملة دي مرة تانية وأشرح نفسي أكتر. مين بيخدعنا إن لما تحصل مشكلة في حياتك أنت لازم تحل المشكلة دي أو تقلع على المشكلة دي أو خلي أستعمل لغة بس أفهم روحي فيها، إنك تصلي 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 المشكلة قبل ما تطلب الحضور الإلهي؟ مين بيخدعنا إن لما يحصل مشكلة في حياتنا نمرة واحد في حياتنا تغيرت، فوإحنا في الدنيا مريحة نمرة واحد هو الحضور الإلهي. أول ما تحصل مشكلة إحنا نضطرب ونخاف ونصلي ونعمل إيه ونحلها إزاي، طب أكلم مين، طب ومين قال نمرة واحد اتغيرت؟ هي نمرة واحد، هي لازم تفضل نمرة واحد. نمرة واحد هو الحضور الإلهي، تابوت العهد هو اللي لازم يفضل قدامي وببقى حريص إني أفضل شايفه طول الوقت، لأنه بدونه مش هعرف أمتلك حاجة في الأرض اللي أنا داخلها. المفروض مش ما اتكلمش في النقطة دي كتير، فمن فضلكم هزوا راسكم وقولوا لي آه. بس هو ده التحدي، هو ده التحدي، هو ده التحدي. التحدي انه 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 عينينا تقوم نازله وتفقد السبب اللي بيخليك تعرف تعبر، لان تابوت العهد في وسط الاردن هو اللي عمل القصه. خليني اخش على نقطه نمره ثلاثة عشان ما اكررش نفسي. نقطه نمره ثلاثة، هم كانوا ماشيين في العبور الاولاني وراء حضور الهي، بس الحضور الإلهي كان عمود النار والسحابة. فاكرين؟ في فرق ضخم جدا ما بين تكنولوجي عمود النار والسحابة وتكنولوجي تابوت العهد. إيه الفرق؟ كويس إنكم سألتوني. وإنت ماشي ورا السحابة إنت ما بتفكرش، السحابة ماشية وانت ايه وراه ما بتفكرش، بس تابوت العهد ده على كتاف لويين. لو اللويين حودوا يمين، هو تابوت العهد اللي حود ولا اللويين؟ لا اللويين. لو اللويين حودوا شمال هو بيحود معاهم، بس مين اللي حود؟ اللوين. فرق ضخم جدا في التبعية. التبعية اللي هي أنا ماشي، أو أنا حامل هذا الحضور الإلهي وأنا يجب أن أكون حساس جدا، لأن لو حودت يمين الحضور الإلهي بيحود يمين، لو حودت شمال الحضور الإلهي بيحود شمال. أنا محتاج أكون حساس جدا للحضور الإلهي اللي على حياتي عشان أفضل دايما. حد فاهم حاجة؟ فرق ضخم جدا ما بين عبور ورا السحابة، والسحابة ماشية وإحنا ماشيين يلا عينينا غمشت شوية ومفتح عيني نص غماشة وشايف السحابة ماشي، لكن في تابوت العهد ما ينفعش، لازم في نقله في الادراك، في نقله في الحواس. انا حساس جدا لحضورك. ليه؟ لانه انا اللي شايل، مش السحابه ماشيه وانا ماشي. عشان كده بتميز داود لم ينتصر في حرب الارواح الشريره اللي على شاول بالسيف. داود في حرب الارواح الشريره اللي على شاول كان بينتصر بالعود، وداود لم ينتصر في حربه مع جولياط بالعود لكن بالسيف. يا رب تنور. داود في حربه مع الأرواح، عارفين إن شاول كان بيحتل بالأرواح الشريرة وكان عايز يقتله، كان بينتصر إزاي داود؟ بالعود. ما خدش العود معاه وهو راح جولياط،
تمييز الأزمنة والأوقات، تمييز سلاح الحرب بحسب الموقعة، تمييز اليوم وتمييز أنت بتحارب النهاردة بإيه، ده هو ده تابوت العهد اللي متشال كل يوم. ليه تابوت العهد بقى على كتاف حضرتك؟ حضرتك رايح يمين هروح يمين، حضرتك رايح شمال هروح شمال، تقف قدام جلياط وتعزف، عزفك هيبقى ممسوح بس جلياط مش هتزم، عزفك هيبقى ممسوح لأنك حامل الحضور الإلهي. حد فاهم حاجة؟ أنا باخد مثال العزف يعني ماشي، فعزفك هيبقى ممسوح لأنك حامل الحضور الإلهي وانت شال تابوت العهد، فعزفك هيبقى ممسوح جدا بس المعركة مش هيحصل فيه ولا حاجة. أوكي، فرق نمرة معرفش كام. طب ده أنتوا مركزين. المية لما وقفت في البحر الأحمر، وقفت عن يمين وعن شمال، والشعب يقولك فعبر الشعب في اليابسة. المية لما وقفت في الأردن ما وقفتش عن يمين وعن شمال، المية اتقطعت في حتة بعيدة في يشوع. أقرأ لك الآية دي، يشوع 3. يكون عندما، عدد 13، يكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. حلو قوي. لما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبر الأردن والكهنة حاملوا تابوت العهد أمام الشعب، عند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة الأردن والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه، ما كانش وقت عبور خالص، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا، خلي بالك بقى، بعيدا جدا عن آدام المدينة التي إلى جانب سرطان المنحدرة إلى بحر العرب بحر الملح، انقطعت تماما. خلي بالك الحتة اللي بيوصفها الكتاب المقدس في الحتة اللي اتقطعت فيها المية على بعد 15 كيلو من الحتة اللي هم عبروا منها. خلي بالك العبور حصل ازاي، عند اتيان حاملي تابوت الى الاردن وانغماس ارجل الكهنه حاملي التابوت في ضفه المياه والاردن ممتلئ الى جميع شطوطه، وقفت المياه ندا وحيدا، ندا واحدا بس فين؟ بعيدا جدا. عندي لو معاك انجيل الشواهد، هي عند آدام المدينة التي إلى جانب سرطان المنحدرة إلى بحر العرب بحر الملح انقطعت تماما. فالمية ما وقفتش عندهم، المية وقفت على بعد 15 كيلو. المية في البحر الأحمر اتشقت قدامهم فعبروا على اليابسة. المية في الأردن ما تقطعتش قدام عينيهم، ما تقطعتش. الكهنة ده الحتة دي في التقليد اليهودي بس ماشية مع الآيات، يقول لك ان الكهنه فضلوا واقفين في الميه لوقت طويل مسكين تابوت العهد والميه مكمله لغايه لما 15 كيلو ميه عدت بك، عد الشعب. حد فهمها؟ الميه اتقطعت على بعد 15 كيلو، وقفت نهر الأردن اتقفل على بعد 15 كيلو، فالمية عمالة ماشية 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 قدامهم، مفيش قدامهم مية ما تقطعتش، معرفوش ما عندهمش خبر على بعد 15 كيلو، مفيش جي بي اس، مفيش تويتر. فضلوا مسكين تابوت العهد، ده اللي يوضح حبة آيات. يقولك عدد 17، وقف الكهنة حاملوا تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين. العبري يقول لك فضلوا واقفين رجليهم في الأرض، بس إيه التعبير؟ ليه يقولوا إنه فضلوا راسخين؟ لأن المية هم فضلوا واقفين لغاية المية اتقطعت. فرق ضخم جدا إنك شايف البحر اتشق خلاص، فأنت معدي تشرب كوكاكولا لأنه اليابسة هي قدامك. فرق ضخم جدا انه العيان قدامك بيقول ان لسه ميه، بس احنا واقفين بتابوت عهد الرب في وسط الاردن لغايه ما الميه تخلص. فرق ضخم جدا ما بين العبورين. حد فاهم حاجه؟ فرق ضخم جدا ما بين العبورين.
عبروا دي على اليابس، دي فضلوا الكهنة راسخين في قاع الأردن لغاية لما المية عدت، لغاية لما عبر كل الشعب. فرق ضخم جدا ما بين العيان وال... أوكي عشان الوقت. لما خرجوا من أرض مصر خرجوا جمهور شعب هوجة، لما دخلوا أرض كنعان دخلوا أصباط، خرجوا في الهيصة بس دخلوا يهوذا أولا ثم يساكر ثم زبولون. حد فاهم حاجة؟ مهم جدا أنك تبقى واقف وسط عشرتك، لأن عشرتك لها أرض ميراث. كلنا ماشيين، كلنا رايحين، كلنا نبوس ايدينا وش وظهر، كله بركة، كله بركة، كله بركة. ده خروج، خروج من أرض مصر ده خروج حلو قوي، ده عبور البحر الأحمر كله بركة، وكلنا عبرنا ومريم رقصت وموسى رنم الترنيمة الجديدة وكله كل حاجة زي الفل. بس عايز تخش أرض الموعد لازم تبقى عارف عشرتك، لأن عشرتك ليها لوكيشن في أرض الموعد. كل سبط كان ليه يهوذا هنا، شمعون هنا، رؤوبين هنا، كل عشيرة كان لها مكان وكان لها ترتيب دخول، فكل واحد داخل في عشيرته. فالقصة بقى مش هرجلة وبركة، مهم جدا انك تعرف عشيرتك، لان في عشيرتك ميراثك. هل معنى كده العشيرة ان انا منفصل عن باقي العشائر؟ لا، انا فاهمين قصدي، يعني انا بكلم الناس اللي هي اللي مثلا الاجتماع ده اجتماعها، طالما الاجتماع ده اجتماعك يبقى دي عشيرتك. ده مش معناه انك ان الشعب الباقي العش... عارفين كلمه عشيره ده في العهد الجديد رساله افس 4 الذي منه ابو الانوار الذي منه تسمى كل عشيره في السماء. لا اقراها لكم لان دي ممكن تلخبط البعض. افس 4 نحطها على الشاشه. انتوا كويسين؟ اوكي، نمتوا ولا لسه؟ اول ما تناموا قولوا عشان أغطيكم. أفسس ثلاثة أنا آسف قلت أربعة. ألو، أفسس ثلاثة آخر. أنا بخلص. بسبب هذا أفسس ثلاثة 14، بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبو ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأدوا بالقوة بروح في الأسلوب. إذن في عشائر في السماوات، في عشائر في الأرض، فمحتاج يعني لو جاز التعبير في اخر اجتماع بص حوالي كده، دي عشيرتك. ولو انت من عشيره تاني ويلكم، لان احدى الدعوه اللي على حياتنا ان اواني كتيره من خدمات كتيره بتاتي في وسطنا وتتملي كل الاواني زيت وتروح تخدم في حته تانية، رائع، مفيش مشكله. ليه؟ لان في الاخر العشائر دي كلهم اسمهم ايه؟ شعب الرب، وكلهم بيمتلكوا ارض ميراث. بس كل عشيره ليها لوكيشن في الارض، بس ليها وظيفة مختلفة في الأرض، لكن كلنا شعب. كنيسة المسيح في الرب في مصر، إيه كنيسة المسيح في مصر؟ مش إحنا، مش إحنا بس، ماشي؟ هتفهم حاجة؟ بس في عشائر الذي منه تسمى كل عشيرة في السماء وعلى الأرض من أبو الأنوار. وبالتالي لما خرجوا من أرض مصر خرجوا الشعب، لما دخلوا أرض كنعان دخلوا أصباط عشائر، كل واحد عارف ميراثه، عارف دوره، عارف نضوجه، عارف أن دي عشيرته، عارف أنه داخل في يهوذا أولا مع زبولون مع يساكر وبعديه. فاكرين؟ أوكي، أنا بمشي بسرعة، دي ممكن عشان كده قلت لكم الموضوع ده ممكن نكبره زي ما احنا عايزين. آخر نقطة عشان الوقت، نقطة بان سلبية في البرية. اتربوا لمدة 40 سنة على عقلية معينة ان هم يصحوا الصبحية يجمعوا المن. اول ما دخلوا انقطع المن. فالبرية مش مرة جدا، ده البرية حلوة جدا. ربط عقلية الجمع، لأن عقلية الامتلاك عقلية زرع وحصاد، عقلية مسؤولية شخصية. فاللي خرجوا اتربوا على يصحوا الصبحية يجمعوا المن، اللي عبروا في العبور الثاني دخلوا بعقلية أنا حزرع وحصد، أنا في بيت أبويا،
أنا بزرع وأنا في ملء القصد في ملء المشيئة، ففي كل حاجة متفعلة في حياتي عشان أستخدم بالكامل. أنا مش أوكي، مش أنا مش حاضر اجتماعات، أنا خادم للرب، أنا حامل الحضور، أنا مش باجي اجتماعات ألقط من، أنا بزرع وبحصد. حد فاهم حاجة؟ دي فرق ضخم جدا. لو أنت عايز تستمر مجرد بتلقط من، ده بيخليك تفضل في الدوران. لو أنت مستعد تتنقل، ما ده نضوج وامتلاك، تتنقل من حالة تلقيط من إلى حالة زراعة وحصاد، لأن دي أرض الامتلاك. أمين.